بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 53 للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة، أقيم العرض العسكري بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان. ويعد العرض العسكري من أهم الأحداث التي تقام كل عام للاحتفال باليوم الوطني العماني. سلام لجلالة السلطان هيثم المعظم. سلام. في قاعدة أدم الجوية في ميدان الاستعراض العسكري، كان العمانيون على موعد مع احتفال عسكري تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة بحضوره. هذا العرض العسكري شاركت فيه وحدات رمزية تمثل الجيش السلطاني العماني وسلاح الجو السلطاني العماني والبحرية السلطانية العمانية وقوة السلطان الخاصة وشرطة عمان السلطانية، وذلك بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 53 للعيد الوطني للبلاد. ويشكل هذا العرض العسكري فرصة لتجديد عهود الولاء والوفاء لقائد مسيرة النهضة المتجددة لسلطان عمان الشقيقة.